الجمهور يسأل عن بعض التفاصيل اللي شاغلة باله. فبما أنه أنت موجود في اللجنة العليا، أكو عمل للوزارات الساندة قد يكون مو واضح يعني كعمل أو كخطط لهذه البطولة، اللي يسألون عن قضايا مثلا التنقل والوصول، قضايا الفنادق، قضايا حتى التأشيرات بالنسبة للوافدين. أعطينا الأبديت، وين وصلت هذه الأمور؟ يعني هسه هاي التفصيلات الإدارية البحتة ماكو مشكلة نحكي بها، يعني مو فد هي ليست سرا يعني وليست لا وهي ضروري يعني علوم ضروري بس توضح. يعني احنا ما اعرف ايش قد ضروري، لان انت المعني به انه بطوله جاهزين لو مو جاهزين. بس مع ذلك اولا فيما يتعلق في رسم التأشيرة او التأشيرة بشكل عام، هي مرفوعه عن جماهير دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، هذا رسميا تماما. ماكو تأشيرة يدخل أي مواطن من هذه الدول يختم جوازه ويدخل بسرعة حتى إحنا نتلافى عملية هذه المعرقلات اللي تصير يعني داخل المنافذ وداخل المطارات حتى نسهل عملية الدخول. وأيضا إحنا رسالة نريد نقول لجماهيرنا في الخليج أنه بلدكم موجود ولا تعانون في الدخول مباشرة، أهلا وسهلا، لا تشيل هم تعال